عليكم. اليوم نروح لولاية الجلفة ببلدية عين الإبل لنعرفكم بهذا المشروع الضخم في إنتاج الإسمنت واللي راه قيد الإنجاز حاليا واللي أكيد سوف يعزز من قدرات أنت الوطن في إنتاج الإسمنت واللي يعني في الوقت الراهن رانا تخنا في المرحلة تاع التصدير و يعني بعد ما انتهينا من مرحلة الاكتفاء الذاتي في السنة الماضية الآن فيه تصورات لتصدير هذه المادة تاع الإسمنت نحو الدول المجاورة في إفريقيا وكذلك أوروبا. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذا المشروع نتاع إنجاز مصنع ضخم لإنتاج الإسمنت في ولاية الجلفة. أترككم تتابعون والسلام عليكم. الاستثمار المحلي اليوم من بين الأولويات التي تسطرها السلطات العليا للبلاد، فمشروع مصنع الإسمنت ببلدية عين الإبل بولاية الجلفة أنموذج لبعث المشاريع الاستثمارية المعطلة والمتوقفة من خلال رؤية اقتصادية بأبعاد تنموية محلية. يعد قرار إعادة بعث مصنع الإسمنت بولاية الجلفة إحدى الآليات التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية بالولاية والتخفيف من نسبة البطالة. التقرير لطاهر دحمان. حركية اقتصادية كبيرة سيخلقها مصنع الإسمنت بالجلفة الذي يعد من أكبر المصانع إنتاجا لمادة الإسمنت، حيث سيسمح بإنتاج أزيد من 6 مليون طن سنويا. قرار إعادة تفعيله الذي أصدره رئيس الجمهورية جاء بمثابة جرعة أمل لفائدة سكان المنطقة. نثمنوا هذا القرار وكما نقولوا نشدوا يدينا على يد الرئيس باللي يفتح لنا هذا الوزين، هذا المصنع. هذا المصنع راح يفك لنا أزمة كبيرة، راح يقضي على البطالة إن شاء الله، ورانا نستناو في أقرب وقت إن شاء الله ليتم فتح المصنع. كما سيسمح هذا المصنع بتوفير أزيد من 600 منصب شغل كمرحلة أولية من شأنها التخفيف من نسبة البطالة لدى الشباب. يا بي راها شبيبة راها من قهوة القهوة، بصح راها نسبة راه يوظف تقريبا 2200 شاب. أسعونا فيها، شوفونا شبيبة الأخرى تبدا تخدم راك تلقى قلفين. ليحمل هذا المشروع العديد من الآفاق الاقتصادية التي من شأنها تحريك عجلة التنمية. هو تبقى نسلم في الوزير. خدامين واحد عساس واحد خدام ونافري واحد كل واحد كيف البطالة كاع تنقص. مع هذا الوزير ان شاء الله بربي 90% تنقص. ومشروع رئيس الجمهورية ان شاء الله وراه وعدنا به يفتح لنا الوزير للناس باش تخدم به. إعادة بعث هذا المصنع الذي من المفترض أن يوفر 500 منصب عمل مباشر و700 غير مباشر بقدرة إنتاجية ستصل إلى 3 ملايين طن سنويا، فرفع القدرة الإنتاجية من مادة الإسمنت لتوفير حاجيات المنطقة منها وأيضا التصدير، خاصة وأن الجزائر تحقق اكتفاء في هذه المادة. السيد رئيس الجمهورية قرر أنه سوف يفتح هذا الملف ويعاد تفعيل هذا المشروع الحيوي، هذا المشروع الضخم الذي له يعطي دفعة قوية أولا في امتصاص البطالة، حيث من المتوقع أن تقوم يعني امتصاص ما يفوق 500 منصب عمل مباشر حسب البطاقة التقنية للمشروع، ودون أن ننسى يعني دعم الحركية أو الديناميكية الاقتصادية خاصة في مجال البناء نظرا للسعة للإنتاجية. سوف يدعم في هذه المادة الحيوية التي يعني يحتاجها كل الولايات المجاورة. مسار الإصلاحات الاقتصادية الذي تعرفه الجزائر يعتمد أساسا على النسيج الاقتصادي المحلي والتنمية المستدامة وفق نظرية الإنتاج المحلي الحقيقي.